بسم الله الرحمن الرحيم. الرياضيات المستوى السادس ابتدائي. العد والحساب. السؤال الأول، رتب الأعداد التالية تزايديا، يعني من الأصغر إلى الأكبر. السؤال الثاني، أضع وأنجز ما يلي. السؤال الثالث، أحسب نتيجة الجداء التالي عموديا. رابعا، أحسب خارج 14.53 على 0.6 مقاربا إلى جزء من المئة بتفريط، إلى 0.01 بتفريط، يعني بنقصان. نبدأ بالسؤال الأول، ورتب الأعداد التالية تزايديا. لدينا الأعداد الكسرية، نحسب قيمتها 7 على 2 كم تساوي؟ ننجز القسمة العمودية 7 على 2. في 7 كم من مرة 2؟ 7 محصورة بين 2 في 3 و 2 في 4، نأخذ 3. 3 في 2 6، باقي 1. أضع 0، أضع فاصلة. في 10 كم من مرة 2؟ 5. 5 في 2 10، عملية الطرح، باقي 0. 7 على 2 تساوي 3.5. وبنفس الطريقة نحسب 5 على 2. بنفس الطريقة سوف نجد 5 على 2 تساوي 2.5. الآن نقارن. 7 على 2 قلنا هي 3.5، و5 على 2 هي 2.5. الآن نقارن الجزء الصحيح. الجزء الصحيح 3، الجزء الصحيح 0، الجزء الصحيح 1، الجزء الصحيح 2، الجزء الصحيح 1. إذن الأصغر هو هذا العدد لأن جزءه الصحيح 0. فنكتب 0.089 هو الأصغر. الرمز هكذا. الجزء الصحيح 1، الجزء الصحيح 1، فاصلة 5، فاصلة لا شيء. إذا هذا أكبر من 1، فالعدد الذي يتبعه هو 1. 1 قارناه مع 1.5، يعني يتبعه 1.5. بقي هذين العددين، جزءه الصحيح 3، جزءه الصحيح 2. إذا هذا هو الأصغر. ولا أكتب 2.5، 2.5 فقط ساعدتني فقط، فأكتب 5 على 2. وأخيرا 3.5 هو العدد الأكبر، أكتب 7 على 2 وليس 3.5، لأن في المعطيات 7 على 2. ونمر إلى السؤال التالي. أضع وأنجز ما يلي. 675.6 زائد 15.4 بين قوسين ناقص 164.7. دائما في مثل هذه العمليات دائما أبدأ بالأقواس. أبدأ بالأقواس. العملية الأولى عملية الجمع على اليسار. 675.6 زائد 15.4، الفواصل تحت بعضها، الفواصل تحت بعضها، 15.4. الآن عملية الجمع، 6 زائد 4، 10، أكتب 0، أحتفظ بالواحد، قلنا الفواصل تحت بعضها، 5 زائد 5، 10، والاحتفال 11، أكتب 1، أحتفظ بالواحد، 7 زائد 1، 8، والاحتفال 9. 6 زائد 2، إذن 691.0، يعني 691. إذن هذا المجموع يساوي 691.0 أو 691. الآن هذا العدد ناقص 164.0. هذا العدد 691.0، سأحتاج إلى فاصلة لدي عملية الطرح فيها فاصلة، العدد فيه فاصلة، الفواصل تحت بعضها، 164.0، 0 الفواصل تحت بعضها، 0 ناقص 7 لا يمكن، أضيف 10، أضيف 1، الفرق لا يتغير، 10 زائد 0 10 أصبح 10، 4 زائد 1 5 أصبح 5، 10 ناقص 7، 10
ناقص 7 5 6 7 باقي 3 واحد ناقص 5 لا يمكن أضيف 10 أضيف 1 الفرق لا يتغير 11 هنا 7 11 ناقص 5 11 ناقص 5 يعني 11 ناقص 5 5 6 7 8 9 10 11 يعني 6 9 ناقص 7 لأن 6 زائد احتفال 9 ناقص 7 2 6 ناقص 1 5 إذن 526.3 يمكن أن أكتب النتيجة هنا 526.3 السؤال الثالث أحسب نتيجة الجداء التالي هذا الجداء عملية الضرب أحسبها عموديا التمرين الثالث 43.185 مضروبة في 3.02 أضعها عموديا 43.185 مضروبة في 3.02 2 في 15 أكتب صفر أحتفظ بواحد 2 في 8 16 زائد احتفاظ 17 أكتب 7 أحتفظ بواحد 2 في 1 2 زائد احتفاظ 3 2 في 3 6 2 في 4 8 نقطة تحت الواحد صفر أكتب صفر ثم أمر إلى 3 3 في 5 15 أكتب 5 أحتفظ بواحد 3 في 8 24 زائد احتفاظ 25 أكتب 5 أحتفظ بإثنان 3 في 1 3 زائد 2 5 3 في 3 9 3 في 4 12 نعيد 3 في 5 15 أكتب 5 أحتفظ بواحد 3 في 8 24 زائد احتفاظ 25 أكتب 5 أحتفظ بإثنان 3 في 1 3 واحتفاظ 5 3 في 3 9 3 في 4 12 ثم عملية الجمع صفر زائد لا شيء 7 زائد 0 3 زائد 5 6 زائد 5 11 أكتب 1 أحتفظ بواحد 8 زائد 5 13 زائد احتفاظ 14 أكتب 4 أحتفظ بواحد 9 زائد احتفاظ 10 أكتب 0 أحتفظ بواحد 2 زائد احتفاظ 3 1 زائد لا شيء لدي ولا أنسى وضع الفاصلة لدي هنا 3 أرقام وراء الفاصلة 3 أرقام وراء الفاصلة رقمان وراء الفاصلة المجموع 5 أرقام وراء الفاصلة 1 2 3 4 5 إذا الجداء المحصل عليه 130.41870 أو 130.4187 لأن الصفر زائد صفر زائد يعني غير مهم السؤال الرابع أحسب خارج 14.53 على 0.6 مقربا إلى 0.01 بتقريبا إذن 14.53 قسمة 0.6 تابعوا معي المقسوم عليه خارج الباقي 0.6 لدينا الفاصلة في المقسوم عليه يجب التخلص من الفاصلة في المقسوم عليه المقسوم عليه يجب أن لا يحتوي على الفاصلة ماذا أفعل؟ أضرب في عشرة المقسوم عليه أيضا أضرب في عشرة فالقسمة تبقى صحيحة إذا ضربت في عشرة يصبح 0.6 في عشرة تصبح 6 وهذا العدد إذا ضرب في عشرة فاصلة تزحف إلى اليمين برتبة يصبح لدينا
145.3 فاصلة وزيحت إلى الأمام إلى اليمين. الآن نشطب على هذه القسمة. هذه القسمة ما هي هذه القسمة؟ نفسها. ثم أنجز العملية. آخذ القوس أكبر من أو يساوي 6 في 14 كم من مرة؟ 6 إثنان. لأن 14 محصورة بين 2 في 6 و 2 في 3. 2 في 6 12. عملية طرح 2 أنزل 5. في 25 كم من مرة؟ 6 4. لأن 25 محصورة بين 6 في 4 و 6 في 5. 4 في 6 24. عملية الطرح أنزل هذا العدد الذي فاصلة ولدينا 3. إذا أنزل هذا العدد الذي يأتي بعد الفاصلة وأضع الفاصلة لأنني أنزلت عددا بعد الفاصلة. في 13 كم من مرة؟ 6 2. لأن 13 محصورة بين 6 في 2 و 6 في 3. 2 في 6 12. عملية الطرح 1. أحتاج إلى رقم آخر لأن مقربا إلى جزء من المئة، يعني رقمين وراء الفصل. أضع 1، أضع 0 هنا. في 10 كم من مرة؟ 6 1. 1 في 6 6. عملية الطرح 0 ناقص 6 لا يمكن، أستلم كرة السلام وأتوقف. رقمان وراء الفاصلة أتوقف لأنه مقرب إلى 0.01 بتقريب، مقرب إلى جزء من المئة. رقمان وراء الفاصلة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.